السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه لكتيات اي اي. الموقع ده هو شات جي بي تي لكن محدث. انت عارفين شات جي بي تي وقف عند 2021، ده في اخر ايام. فلو سألت شات جي بي تي مين اللي فاز بكأس العالم اللي هو في قطر، مش هيعرف. انما خلينا نسأل. قال لك الأرجنتين، فهو فعلا متحدث تمام. فبيقول لك إن ميسي هو اللي خد الجايزة كأحسن لاعب يعني، وبرضه متصل بالإنترنت طبعا. شات جي بي تي فيه أدنس بنضيفها فيها الخاصية ديت تمام. تقدر تضيف شات جي بي تي فور جوجل بحيث إن هو يبدأ يحدثها لك تمام. طبعا انا مسطب برضو اداة اسمها شات جي بي تي رايتر بحيث بتساعدني في كتابة الايميلات. ممكن تقول له مثلا اكتب لي السيرة الذاتية او جيف مي تن نيم فور ارتكل اباوت اي اي. فهو يبدأ ان هو يكتب لك اسامي يعني، هيساعدك كتير ان شاء الله. مست ان هو محدث والتقييم بتاعه كان عالي.